في اتصال مهم من أهم الاتصالات، هي مشاركة من أفضل مشاركات وأهم المشاركات. بس اللي بياخذ المتصل الآن على مباشرة أبو سليمان مو بنا. لا والله أنت حلفت ما يتكلم إلا يا مرحبا أبو وليد. ها صح أبو وليد. هلا والله. هلا وغلا وأغلى من يتصل وأحلى من يتصل وأفضل من يتصل. الله وأفضل من يتصل. يطول أعماركم ويرضى عليكم ويجزاكم خير على ما تقدمونه. أول شيء أبو وليد. إي نعم يا حبيبي. نشهد الله على محبتك وذكرك الطيب معي. سبق من أبو سليمان يذكرك بالخير ومحب لك حب كبير صراحة. الله يسلمك وإن شاء الله وأخوياكم كلكم الله يرضى عليكم ويجزاكم الجنة على ما تقدمون للمشاهدين من ينتظرونكم كل صباح. الله يزيد لكم الوقت سمعت عشان يتابعونكم الله يرضى عليكم ويجزاكم الجنة إن شاء الله. آمين آمين آمين. أبو سليمان هذا أبو سليمان يكلمك. أرحب يا رجل أرحب تراحي بالحياة. هلا والله أبو وليد. طول عمرك يا ابو سليمان. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. الله يسعد صباحك ويبيض وجهك وشكرا يا طويل العمر. كنا الطائف قرب يا ولد نحس الطائف نقعدوا معنا طول عمرك في الرمال. سلام ما شاء الله عليكم. ما شاء الله عليكم جوكم دائما ممتاز ما شاء الله تبارك الله. نورت يا ابو وليد الله يسعد يا ابو وليد. الله يسلمكم ان شاء الله يا ابو وليد. معك ابو محمد. ما شاء الله يا ابو محمد الله يرضى عليك. كيف حالك يا الحبيب؟ بشرنا عنك. ابشرك بخير الله يرضى عليكم ابدا. كلنا طيبين نحمد الله. يا محن نشوفكم انتم طيبين وتعاودون الظهور على القناه المباركه هذه اللي اسعدت الجميع الله يرضى عليكم. ان شاء الله. وش اخبار الطائف والورد؟ كل سنين ما شاء الله. ننتظر زيارتكم ان شاء الله في المسقط. ما عاد بقي الا شهرين على الموسم ولا لا؟ إيه يعني ما شاء الله الأمور زينة نحمد الله الحمد لله. أبي موسم الورد متى؟ موسم الورد لسه توه خلص الموسم الماضي وإن شاء الله. لا عند إحنا نبي حق الربيع حق شهر 3 مارس. إيه أكيد. إيوة قريب أبو محمد. إيه يعني بقي عليكم شهر كذا لكن هو في بداية الإزهار إن شاء الله وأمور زينة نحمد الله. الربع يا أبو وليد كل مسلم عليك. نبي ذكريات. نبي ذكريات. لا أبو سليمان تكفى. نبي واحدة من الضحكات اللي بينكم. يعطيكم العافية أبدا أبو سليمان. نبي واحدة من رحلاتك أنت وياه اللي صار فيها شوي من السعادة والضحك. المواقف الطريفة في فرنسا وغيرها أبو وليد. طلع لنا الخبايا. طلع الخبايا كلها حقه ابو سليمان. اي كل شيء ترفع الراس. والله يا ابو راشد ولا يهونون الاخوان الله يرضى عليكم. والله خبايا كلها جميله جدا 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 ولو كان يشوبها يعني خاصه في الطفوله الاولى يعني كان في شويه من الشقاوه لكن الحمد لله ان يعني امضينا وقت طويل وحنا أصدقاء قبل أن نكون أخوي أخوان. هو الشقيق الأكبر وترى يكبرني بكثير بيننا ويا مسافة كبيرة. لا تكل عن سنتين. ما شاء الله. الله يسعدك يا أبو وليد. أبد والله يطول. الله يبيض وجهه. وأنا والله الحقيقة الربع هنا أبو عبد الرحمن أبغى يكلمك وأبو إبراهيم وأبو علي وأبو صالح تراهم كلهم يبغون يكلمونك شخصيا كلهم محبة لك والله يا أبو وليد. حياك الله يا ابو وليد. كلكم على الراس والله الله يعطيكم العافيه. الله يحفظك ويسلمك. دائما حياك الله يا ابو وليد. صبحك الله بالخير. معك ابو عبد الرحمن عبد الله التركي. الله يحييك ويبارك فيك. الله ينعم عليكم ويرضى عليكم. الله يبارك فيك. شكرا على اتصالك جزاك الله خير. ومبروك العمره تقبل الله منا ومنكم وصالح الاعمال. امين امين. جاب الهديه. ترى الهدية طال عمرك اللي جابها أبو عبد الرحمن ترى إن شاء الله بتوصلك. إيه لكن ليه ما مرني هنا أنا على الطريق مرني هنا كان أعطاني الهدية وتشرفت بجيد. والله يستاهل والله يستاهل أبو عبد الرحمن. مرحبا يا دار الغالي. مرحبا يا دار الغالي يا أبو وليد. الله يرضى عليك ويطول عمرك. حياك الله يا جارنا الغالي. معك أبو علي. هلا ابو علي مرحبا بك والله ما شاء الله وشعلت من النشاط بسم الله عليك. اهم شيء المشعب انه معي ما اقدر اقوم الا بالمشعب. والله انا خاف يا ما شاء الله. لكن بدا مقدمنا بياخذ من يدي احد الايام يرني دريت انا شكله كذا بس. لما اشوف المشعب صراحه
اي اهم شيء المشعب انه يكون موجود. ايوه هو مهم. وانا ادعي نفسي عند الصلاه اقول الله يكفيني شره. يعود عليه ابو وليد. انا اخاف من مشعب وعلي انه يعود مثل عصا اخوك عبد الله في الطائف زمان. اجل ما توقع والله يا خوفي طلعت السراير يا اخوي. الشيخ ابو صالح يا ابو خالد ابو وليد يا ابو وليد مرحبا لك معاك اخيك ابو صالح. ونعم يا ابو صالح ما عليك بزياده شهود الله برضه مذكور بالخير والحمد لله اللي سمعنا صوتك متعافي طيب والحمد لله. الحمد لله الله يرضى عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا ابو صالح مبدع 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 ما شاء الله. وانت كذلك صوتك جميل وانت جميل وطيب ومن الناس طيبين تبارك الله ومذكور ومشكور مذكور ومشكور الله يجزاك خير واتصال طيب وهذا الوصل بين الاحباب والطيبين ترى ما ينكر والله. الله يجزاك خير ويرفع مقدارك وبلادك وبلاد المسلمين كل ابوها الله يسعدكم بالدنيا والدين ما شاء الله تبارك تسلم شكرا الف شكرا لك ابو صالح على مشاعرك الطيبه الله يرضى عليكم كلكم وجزاكم الجنه. يلا عطنا موقف باقي ابو ابراهيم يسلم عليك باقي ابو وليد الشيخ علي عطني ابو ابراهيم. يا هلا ابو وليد كيف الحال معك ابو ابراهيم؟ ونعم والله الله يرضى عليك نعمة حالك الله يعطيكم الصحة ما شاء الله كلكم والله مبدعين والطيب ما يجيب الا طيب انت رفيز ابو سليمان وكل علومكم طيبة انت اخو سليمان انا اول مرة ادري انك اخو سليمان حسبك صديقه لازم تعطينا اجل لازم تعطينا من اسرار ابو سليمان. لا حبيبي ابو وليد ابو وليد لا ينبشونك طال عمرك يا طال عمرك تراهم طال عمرك تصدق وهم تراهم دركسونهم هوا. لا نبعلمهم بعض الخفايا لا ابو صالح انبسط يا اخوي سلنا حادور عليه يا اخوي ما يحتاج. الله يجزاك خير يا ابو وليد شكرا على اتصالك وكلكم مشكورين طيبة. سم يا عيون ابو راشد سم يا عيونك يا حبيبي انا تراني عباره عن موظف عندك رابطه في غياباته واعلمكم عليه. ايوه عطنا كل العلوم تكفى حقه ابو سليمان لا تخلي دور العلم العلم اللي يضحكنا بس. والله علوم ابو سليمان انا يعني شهادتي فيه ما اقول مجروحه لكن انها حقيقيه. ابو سليمان علم من اعلام المنطقه احنا عندنا هناك والله هو يعتبر في المقدمة في كل شيء. تستاهل عند الأسرة عند القبيلة عند المنطقة كلهم فهو مشارك فعال في كل ما تعني الكلمة في إصلاح ذات البين في محبة الناس في خدمة الناس كلهم القريب والبعيد وهو إنسان لا يعني اني امدحه علشان انه شقيقي لكن اني امدحه كل اللي يمدحه وكل اللي يثني عليه الله يطول عمرك الله يطول عمرك يستاهل. بالنسبه للطهور حقيقه في شقاوه شويه تراه ما هو مثل ما توقعت مبين عليه يا ما صغير شقي مبين عليه. ايوه تعلمك الطهور ايش اللي صار احنا نرعى الغنم انا وياه ايه احنا ناخذ من الحجاره اللي المخوره الصغيره سمعت الله ونرميها في السماء نشوف من هو اللي يمدي يبدي بعيد نرمي الحجر هو. لكن هو ما شاء الله متعافي من يوم صغير هو عافية طيبة ما شاء الله تبارك الله رماها وطالعنا فيها ما عاد يشوفها وانا سمعت اللقعه تنتظرها ولا دريت انها وقعت في راسي سمعت اي اسمع وعلى طول كان لها اثر ولكن اني عندي انا من ينقل بعد الله سبحانه وتعالى عندي الوالده الله يجعلها في الجنه فشرحت لها الموضوع بصوت عالي سمعت الله لكن انها انصفتني مع العلم انها اني اخذت حقي يعني في المقابل. المشكله ابو سليمان ابو سليمان مسوي عندنا مؤدب وانه ما يسوي شيء والعاقل اثر عنده البلاوي. لا في اشياء كثيره لكن ما يقول في اشياء كثيره بعد عطنا كل الكثير هذا نبي نسمع هالبلاوي ندورها من زمان. الله يسهل اموركم والله ابو سليمان شوف هو في حياتي العامه والخاصه هو الاب وهو الاخ وهو الصاح
صديق وهو المستشار وهو بكل شيء. الله يسعدك. يعلم الله يعلم الله اني خلاص صرت مقيد بارائه، لا يمكن اعمل شيء سمعت الا بدي وان انا اخذ راي ابو سليمان، وكانت ارائه سديده وحياتنا كلها سعيده ويا ربي لك الحمد. وباقي الدبدوب يسلم عليك ابو عبد العزيز الدبدوب الحبوب، هذا عاد حبيبنا كلنا. حيا الله ابو وليد، كيف الحال ابو وليد؟ انا شبهوني بشبيه اخوك ابو سليمان. والله الشبه طيب لا يهمك. لي الشرف، والله لي الشرف اني اصير شبيهه. كيف حالك؟ بشر عنك. يعطيكم العافيه كلكم ونسلمكم ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. حقيقه انا وفاخر بكم ان الحين عندنا الشباب اللي تولون الاعلام الحين ما شاء الله تبارك الله خريجي جامعات ومن شهادات عليا ومتعلمين، ولكن انا في نظري انكم تفوقتوا على من هم في هذا المستوى ما شاء الله تبارك الله، في ابداعاتكم، في نصائحكم، في كلامكم، في سمتكم، في قوتكم، في رفقتكم، في اجتماعكم، في نصائحكم، في الأمثال اللي تجيبونها من الماضي، في كل شيء ما شاء الله تبارك الله. أبو وليد بيض الله وجهك، الكلام اللي تقوله بجمالك ومكانتك واحترامك، وانا والله يا ابن الحلال مهما قلت تبقى اخوي، وهذا يكفيني شرف انك اخوي. الدكتور والشيخ وامامنا وضيفنا اليوم يسلم عليك. يا مرحبا ابو وليد، يا مرحبا ابو وليد، يلا حيه. الله يسلمك ان شاء الله. ما الله يسعدك ويحييك. الله الله يسعدك. حتى في الطبخ والاعداد ما شاء الله تبارك الله. ما نجي الا من بعدكم، الله يسعدك وحي علمك الطيب وكلامك الجميل واتصالك الرائع الذي اضاف اضافه جميله للحلقه اليوم. ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم العافيه، الف شكر لكم، الله يجزاكم خير، واستمروا تراكم يا ابو راشد. سمي عيون ابو راشد. تسلم عيونك يا حبيبي، يعني خبر امس انك تقولكم على وشك تنتهون من البرنامج، والله العظيم له ردة فعل عند المتابعين ان ما ودنا تغيبون عن الشاشة مهما كانت الامور. سعادتنا في خاصة في الفترة هذه كل الناس ينتظرون يفرغون انفسهم لمتابعتكم في هذه الفترة، نسأل الله لكم التوفيق. الله يجزاك، معنا رهينة منكم ان شاء الله، ما نخليه يرجع لكم ابدا. معنا رهينة ابو سليمان، لكن انا ودي عندي اقول لك ابو راشد سمي عيونه. سم يعلم الله يعلم الله، ولا بدكم ان شاء الله تزورون مجلسه سواء كان في الرياض او في او في او في ديره هناك في ديرتنا. ابشر. انه عباره عن متحف، عباره عن معرض مما فيه من الدروع والهدايا والتكريم من جميع فئات المجتمع. ابشر بها. وجهها شيخ شمل بن الاحمر. نعم. الشيخ بن محيى باعطاء لكم شاعر عند شعراء بن الاحمر. ولعبتكم يمكن ان طلبتوها من ان يجيها لكم سمعت لله، فهي فخر لله وفخر لنا وفخر للمجتمع اللي يعيش فيه. والله ونعم في ونعم فيكم كلكم. سمي ابو صالح، ابو صالح يكلمك. عندي هذا ابو سليمان في عذروب. عذريب عذريب. هذا رفيق الدرب لي 7 سنين انا وياه تبارك الله. وش العذر وش العذروب هذا؟ يمناك بكل شيء. الله يطول عمرك. يمناك بكل شيء، كبيرة صغيرة اللي تبغى ما شاء الله. الله الله يقومه بالعافية، هو الأسرة اللي عقبته تبارك الله. وعلومكم طيبة عندنا يا أبو وليد ما شاء الله، وإخوانك وعلومكم طيبة، والوالد رحمه الله، والقبيلة، ترى بلادنا كل أبوه من أين ما اتجهت لقيت ما شاء الله كل بلد فيه خير وبركة. الله يسعدكم بالدنيا والدين يا كريم الأكرمين. حبيبي شكرا. في هدية يا حبيبي، هدية من أحبابك وأخوانك في المجلس يسلمون عليك، وأنا بالنيابة عنهم أسمعك إياها. اسمح لي أني أسمعك بيتين. أسلم. الله يجمل حالكم، وشهادة تجذبها من أبو صالح الله يرضى عليكم كلكم. يا لا 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 يا لا 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 وانا اشهد نضيفتك ما هي خساره في المال يفنى والجمايل تدوم في المال يفنى والجمايل تدوم
يا مرحبا واهلين يا ابو وليدا خويا الحبيب وراس مال وفايده طيب الرئيس المجلس عزيز الجنابه وباقي الاعضاء حضور وغيابه يا مرحبا بك بالميات والوفا مرحبا وليا تبعدنا تحكمنا الظروف وان شاء الله بيض الليالي تدور وانا انت لقاع السعد والسرور يا حبادا وانك تجي عندنا وانا الشرف في شوفتك بيننا في المجلس اللي فيه رؤوس الرجال تسلم فيه الاناس وفيه راحات بالا سلام وشعر بعزك يا كريم السبالة شحم مع لحم وصفر الدلالة شحم مع لحم وصفر الدوالة لا وضيفاتك عز الله ما هي خسارة في المال يفنى والجمايل تدوم يا لا 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 ضيفاتك عز الله ما هي خسارة في المال يفنى والجمايل تدوم في المال يفنى والجمايل تدوم يا لا 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 في المال يفنى والجمايل تدوم ما شاء الله صح لسانك ابو سليمان وابدعت ما شاء الله تبارك الله الله يجزاكم خير يبارك فيك ابو وليد قصيده مرحبا جمال الاتصال جمال الاتصال في عباره يعني محبتكم البعض ما كانكم فقط يعني اللي يسمع الاتصال يقول يحس انكم اصدقاء انتم اخوان اشقاء فانتم جمعتم بين المحبه في الله وبين صله الرحم وبين الإخوة الأشقاء المتحابين المتآلفين وبين الأخوة والصداقة كل البركة جمعتوه أنتم أبو سليمان ما شاء الله ألف 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 شكر يا أبو راشد الله يجزاك خير ويرضى عليك وشكرا لك وأنت قيادتك للمجموعة قيادة مميزة وحببتهم في بعضهم وحببتهم في الوصول والعنان يتكبدون اللي يحضرون عندك وهذا من طيبك ومن حسن إدارتك الله يرضى عليكم كلكم ولكن أنا تروني أقدم لكم عزومة في أي وقت تحددونها أنتم تزوروني في الطائف ويوليكم ذلك إن شاء الله في موسم الورد تشرف بحضوركم وشوفتكم وحضوركم عندنا شرف لنا وهذا والله أمني أرجو أن تتحقق بإذن الله تستاهل يا أبو وليد نجيك ولو على أكباد الإبل يا أبو وليد ولو على هدب عيوننا نجيك يا أبو وليد تستاهل أنت رجل وأستر أبو سليمان يعلم الله الذي لا إله يوم يعلمها في قلبي يا له مكانة كبيرة عندي وعند كل اللي في المجلس تراه تاج راس لنا تاج راس لنا أبو سليمان نحبه كلنا والله الله يرضى عليك وجزاك الجنة إن شاء الله وشكرا شكرا شكرا على هذه المشاعر الجميلة الله يجزاك خير يا ابو وليد وان شاء الله لنا ما ادري ابو وليد شاعر هو ولا مو بشاعر شاعر ابو جده شاعر عطنا شيء من الابيات وبقى لنا شيء ابو سليمان ما بقى لنا شيء من الشعر والطيب والعلوم الغامه اقول له هو شاعر يقول وابو جده شاعر من قلب ذي هذه صاروخ ارجو ذي اجل عطنا شعر ابو جده عطنا وش ترى يبغى يورطني يبغى يورطني انا ترى ترى برنامجنا دور الورطات يا ابو وليد سمعنا بعض الابيات عليكم ورحمه الله اسال الله لكم التوفيق
ولا تقاطعون البرنامج تكفون واصلوا واصلوا. ابشر ابشر، ما في ابيات طارفه يا ابو وليد اللي يطري على بالك يا ابو وليد حقه ابو جده ذي. من اقوال ابو سليمان يقول من بلغ الأربعين صار عنده تنازل، هذا من اقوال ابو سليمان. سلام. من بلغ الأربعين صار عنده تنازل، لحيه تنبان فيها الشيب ما عابها. عبد الرحمن السلام. يا سلام. تسلم تسلم حزانك. تسلم والله يا ابو وليد، هذا صراحة من بدا البرنامج هذا أحلى اتصال صراحة. يا لا 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 هي بلحن ثاني. عطنا لحن ثاني. أيوه. غير الموجة. هو غير الموجة. هو يقول أبو وليد طال عمرك من بلغ الأربعين يصير عده تنازل، لحية تبان فيها الشيب، صح يا أبو وليد؟ أيوه. نعم. يلا عطنا. يصير عده تنازل، لحية تبان فيها الشيب ما عابها. الله الله. شكرا لك يا ابو وليد على اتصالك، واليوم جميل صراحه، سعدنا بك والله، يعني مو بكانك اخو سليمان، اخونا كلنا والله. قال ابو سليمان صارت امثال لك الله، لكن عسى الله يعطيكم الصحه كلكم. الله يجزاك خير، وان شاء الله باذن الله نعدك بزياره باذن الحي القيوم. عندنا بيت في الطائف، بيت اخونا ابو وليد الله يجعله عامر بطاعه الله، واللي يعز على ابو سليمان يعز علينا، واخوه اخونا، وعم ابو سليمان عمه، وابو جدهم بعد كلهم. شكرا لك ابو وليد، الله يحفظك، في امان الله، حبك في الله ابو وليد. قعدوا بالعافيه. لا حول الله.